أفضل لاقط يمكن لك تشريه بخمسة دراهم أحسن من بلاستيك فلترا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي متابعي قناة تكفونسات، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة، ما تخرج علينا بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله. انضم إلى أسرة التكفونسات. اليوم غادي نهضروا على أفضل لاقط موجود حاليا، ولكن ما كتعرفش بأنه صالح، الثمن ديالو لا يتجاوز 5 دراهم. نعم صديقي، 5 دراهم لا غير. أنا استعملت هذا اللاقط، كنت بغيت نشد أوتيلسات 5، بغيت نشد الفيدات، موجود في حاليا وسط المغرب بالضبط بتالودان. كان حاول نطاقت أوتيلسات 5، جربت جميع اللواقيت، جربت جميع اللواقيت جديدة بالثمن، ثمن مرتفع ولكن بدون جدوى. لاقيت خديته من لافيراي 5 دراهم. نعم صديقي، الثمن ديالو لا يتجاوز 5 دراهم. اكتشفت بأنه لاقيت يعني لاقيت من نوع الرفيع، فهو يضاهي الترا بلاسك الأصلي. إلى بغيتي تشد أوتيلسات 5، شديت به قمر أموس، فيدات ديال أوتيلسات 3، أوتيلسات 7، 9، 10، أوتيلسات 16، الهودبود أسطر 19، أوتيلسات 21، أسطر 23، بادر 26، حتى الأسطر 28 بإشارة جيدة. يعني السينيال ديالو مرتفع بزاف، يعني السينيال ديالو مزيان بالنسبة باش تلتقط هاد الأقمار. كذلك هيست باسات 31، تيليستارا 15 بهاد اللاقط. فأنا كنستعملو بزاف في الفيديوهات ديالي، كنشرح بيها ولا كنشد بيها الفيدات، وكنعاود نشرح الفيدات، ولا شرحت بيه جميع الأقمار وجربت بيه كذلك المسطرة. فهو ممتاز في القوس، رغم أن يعني معدل التشويش هو 0.9 في هذا اللاقط. بالنسبة للإلترا براسك فمعدل التشويش 0.1 أو 0.2. رغم هذا المعدل المرتفع في هذا اللاقط اللي هو إنيفيرسيل، أكيد غتستضفو في لافيراي، أو يكون عندك في الدار ومليوح، أو شفتيه في شي بلاصة أخرى كما كتشوفوا أصدقائي. هذا هو اللاقط من لافون، ماشي بلاستيك كما كتشوفوا، ماشي بلاستيك، ولكن خصك تحيد ليه هاد النقطة اللي لقدام باش السينيال يكون مرتفع بزاف. غادي تشكرني على هاد اللاقط، قلب عليه 5 دراهم، ما تفوتش فيه 5 دراهم في لافيراي. كيسحب اليوم اللي هذا صافي الصلاحية ديالو مشات، ولكن ملي اكتشفت بأنه السينيال فيه مجهد احسن بالنسبة لي، احسن من بلاستيك الترا الاصلي. بلاستيك الترا الاصلي غتشري ب 5000 ريال ولا اكثر، هذا ب 5 دراهم، هذا احسن ليا من هذاك. كنشد به الفيدات مخير، ما فيش لا تشويش لا تقاطعات. غادي نجرب به ان شاء الله في الفيديوهات الجاية القنوات ديال ارينا، فقنوات ارينا في وسط المغرب طبق 120، فهي صعيبة شوية. غادي نشوف الى اشياء غادي يشد ليا هاد القنوات ان شاء الله. اذا اصدقائي، شاركت معكم هاد اللاقط، يعني الى لقيتيه شريه على حسابي، هذا الى لقيتيه شريه على حسابي وجربوا، غادي تشكرني عليه. جربوا بالنسبة للفيدات اللي صعيب عليه الفيدات، ولا اللي صعيب عليه شي افريكونس، فاللي عنده قوس يعني مضبوط من نيلسات الى 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 بادرة او الى اسطرة 28، الى بغيتي تجرب اللاقط ديالك واش مزيان، شد بيه القنوات المغربية اللي موجودة في الهوتبورد.
ولكن يكون القوس بالرجل، يعني ما تطلع على الطبق ما تنزلوش. يعني إلا شديتي من النيل سد تشد جميع الأقمار، عندك النيل سد ودي سد خمسة، أموس، طور، ودي سد ثلاثة، أسطر 4.8، عندك ودي سد سبعة، ودي سد تسعود، ودي سد عشرة، عندك الهود بور 13، عندك اوتيل 16، عندك استرا 19.2، عندك استرا 23، عندك اوتيل سات ما نساوش اوتيل سات 21 لقنوات تي ان تي المغربيه، وكذلك بادر 26 واسترا 28. هذا هو القوس، يعني اذا كان مزيان غتشد جميع هاد الاقمار. وجرب القنوات الموجودة في الهوت بورد ديال المغرب، القنوات المغربية الموجودة في الهوت بورد، إذا كانت القنوات مزيانة فاللقيط ديالك مزيان، ولكن ماشي بالدرجة ديال هذا اللقيط. هذا اللقيط جربه ورد عليا الأخبار. هذا الشيء اللي عندي اليوم نشاركه معكم. إذا لقيت هذا اللقيط خذوا الثمن ديالو، ما غاديش تفوت 5 دراهم. فلافيراي شريت بزاف ديال اللواقيت فلافيراي بخمسة دراهم، ومنهم هذا اللاقيت شريت عندي يلترا الاصلي بخمسة دراهم جوتية، ولكن ما خدامش غير لحتو صافي. هذا لقيتو خدام مزيان الريجل، يعني امارش كما كنقولو حنايا بالنسبة للفيدات وكذلك الجهد ديال السنين. اذا اصدقائي هذا الشيء اللي عندي اليوم نشاركه معكم. ما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم ليستفيد الجميع. الضغط على جيم اذا اعجبك الفيديو. السلام عليكم.